لما نشوف بعض الشباب نسمع بعضنا لما شفت بعض الشباب بيتحشر البنات وعلى اساس ان هم نشاط مش عم نسمع مش عم نسمع الميكرو عم تبني عليه هاي المهم كتبت انه انتصار الرذيلة ايوه قلت انه هيك اسمها انتصار الرذيلة ما بعرف انا ملي شاعرة بس هيك بكتب شغلات اقترب لا تخف من حيائي المصطنع انا بائعة الجسد اتلذذ بما تعطي وتدفع لم يكن قدر الذي ادعي ولكنها حربي على حب المصطنع أكرهك أنا بيقظتي وبلا وعي وأصبحت لي دمية أستبدلها بأخرى ولا أقتنع تعال لأجعل من معبدك صومعة فيها آلهة كثر ولكنها لا تعبد ولا تنعبد بدي أذكركم واحد قال يعني